Never let go of me. طيب اليوم جايب لكم مهنة لاعب. قبل لا نبدأ مقطع اليوم تأكد انك مشترك بالقناة، واذا حاب تشتري كوينز متجري تحت لبيع الكوينز. اللعبة خلاص بتخلص، ففرصتك تجرب اللعبة كذا تطقطق فيهم، يعني تودعهم، يعني تودع اللعبة اللي موجودين في الالتيمت تيم. فاذا حاب تشتري كوينز متجري تحت لبيع الكوينز. برضو مواقع التواصل الاجتماعي تحت في الديسكريبشن اذا حاب تضيفني. مثل ما تشوفون وصلنا للجولة 19، طبعا سويت سكيب انا سريع، فهمتوا؟ الى الان ما خسرنا، مسجلين 50 مستقبلين 9 اهداف بس يا اخوان، مستوعبين 9 اهداف. دفاعنا صلب الصدق، وراح نباري ليفربول اللي في المركز الثالث عنده 40 نقطه. طبعا انا متعادل مع سيتي برضو بنفس النقاط، يعني 47 47، فليفربول يبغى يخش المنافسه لازم يفوز عليه. بس ان شاء الله ما راح اخلي ليفربول يعدي باذن الله، ان الظهير وتقول جناح، وقربت النهايه الظهير العصري. نعم قربت النهايه. اليوم ان شاء الله عندنا ليفربول واليونايتد وعندنا تشيلسي، كلها خارج الارض. تخيلوا يا اخوان ثلاث مباريات خارج الارض قويه ورا بعض. طبعا هداف الدوري فيرنر، نعم انا راح اساعد فيرنر انه ياخذ الهداف. طبعا انا ماني مع الهدافين لاني رجعت ظهير، بس بالاسيستات انا متصدر. عندي 21 اسيست ب 19 جيم، يعني خلاص انا فزت فيها. الثاني 6. اول شيء تحيه لدفاعنا، لاننا دفاع صلب. 9 اهداف بالدوري، هل راح يقدرون ليفربول يسجلون ولا لا؟ اتمنى لا. طبعا خلونا نبدا الحين. ضبط الحديقه حقتي، بس بالله رشها كويس. ها بما اننا في نهايه السلسله نبغى متعه ومهارات واسستات وشغل، ان شاء الله كل المباريات تمشي صح باذن الله. والدوري الذهبي ما يبيله ولا خساره. وين رايح وين رايح؟ وين يا الغالي؟ ترى هنا مقفل الطريق. الحين اقول لك لا تعب نفسك. حلوه والله، رجعت ورا انا قلت بيفتح لنا مساحه. يا عمري ارسنال ارسنال فيرنر. اوه يا عمي ما حد يفوز علينا بالدوري. ايه يا شيخ والله اللعب مختلف بعد ما حطيت نمط اللعب سريع. اللعب اختلف يا اخوان، جربوها عندكم. حتى في الجزء القادم اذا نزل حط من البدايه نمط لعب سريع، والله العظيم افضل من نمط اللعب اللي هو العادي، لان فريقك نفسه يصير بطيء. بس شوف شلون فرق الحين مع ارسنال عشان نمط اللعب السريع هذا. طيب قفل على الجناح، ينحش 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 ينحش. احنا لاول مره نمسك الصداره من بدايه الموسم، صح؟ السيتي هو اللي كان متصدر، سكناها حافظ عليها خلاص. دوري الذهبي نادي يا جماعه، متسلل ذا. طيب ايش رايكم هجمه؟ استعجلت. اوكي ما عليه ما عليه ما عليه. تيمو ليش رجعت يا عيال؟ بعض الحركات بعد احيانا هنا بالله. حلوه الكوره، فيرنر يوه لمست راسه بس ما جت. يلا يلا ما عليه ما عليه ما عليه. طيب جهتي فاضيه جهتي فاضيه. غريفالدو، عبد الله من غريفالدو ولا لا؟ اسمه غريفالدو ذا، انتم ما تدرون الا معروف ذا غريفالدو. حلو الباص حلو الباص. يو بلنتي. طيب فاران شاتني، يعني انت على بالك انك بتهرب من جهتي انت. يعني يوم قلت تحداك تهرب من جهتي، اخر شيء راح الجهه الثانيه وسجل دياز. اوكي بيصفر. نعم نهايه الشوط الاول 1-1. انا لاحظت شيء في الجزء يا عيال، ما ادري اذا عندكم ولا لا، بس انا ملاحظه عندي لازم يجي هدف قبل ما ينتهي الشوط، سواء انا سجله ولا الخصم مسجله. بس انا يبي لي اكون هجوميا اكثر. اقول ورا ما تعقل هذا، وش هو يدلع المدافع؟ الله على التخريجه. يلا يا عيال هجمه حلوه والله، ليش كره عاليه؟ فالفيردي ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، لا يكسبها لا يكسبها يا اخي. مرتده حلوه الصراحه بعد الركنيه، بس للاسف ان ليفربول مو بجالس يعطينا مجال هجوميا. الصدق ليفربول شفت شلون؟ والله الشوط الثاني كله ليفربول. يو ربي يشوى تكفى مشها لي. يو تستهبل. اوكي طيب معي يا عيال معي يا عيال، اركض اركض والله لاعب يسرع. يا سلام ليمار ليمار. اوكي تسلل اصلا، الهجمه كلها تسلل اصلا من بدايتها لنهايتها. يا عيال والله حسب التسلل انا يا عمري. الثاني والله حسب التسلل ترى. حكم الرايه شتتني لانه اشر ولي اشر على الفاول. اتوقع في فاول. اشوني ناولت ترى، والله ناولت حسب التسلل. قلت يا شيخ انقله حسب الموضوع تسلل. اوكي اوكي شي بدوا يناولون. قفل. اي 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 يا عمري الاسيست الغالي اللي اعطيته انا، اسيست بالصدفه ذا. تكفى تكفى اني اسجل انا. طيب انا ابغى اسجل.
الله راح راح جمهور ارسنال، روح الجمهور ارسنال لو روحي. حسمناها في الانفيلد يا شيخ يا عمري. يا وين رايح؟ تعول بس سي تعال، ها ها تعال. لا لا ايش فيك ايش فيك؟ لا لا اخوي اخوي رقم 14 ايش فيك؟ يلا يلا بس منك يلا هطف. ارجع معه ارجع معه. والله ما حد يمشي اليوم تفهم انت وياه. والله المفروض اخذ تقييم 10، تقييمي 9.1 والله تقييم عالي. الجيم هذا جيمي يا عيال. وين تبغى تهرب من جهتي؟ اوكي تبغى تهرب ها؟ ما في. والله اليوم اني 10 من 10 يا عيال في ذا الجيم. جاي لكم حديقتي الانفيلد. يس راح يذكرون في التاريخ اني بدعت بالانفيلد في هذا اليوم. لا مباراة جميلة مباراة جميلة، وبعدها مانشستر يونايتد على طول على طول راح نخش مباريات اليوم. ما في وقت فيفا بتخلص، ما في وقت، عطنا المباراة اللي بعدها يا ابوي. بس انا لاحظت اني غني، اني غني مرة يعني. لا وبتزيد فلوسي بعد اذا اخذت ذولي. 3 ملاعب صعبة الانفيلد ونجحنا فيه. الان الالترا فورد يا اخوان بعد ستانفورد بريدج، بس الحين خلص من مهمتنا اللي موجودة هنا. استعادة الاستحواذ 3 مرات بحطها اوكي، لاني قبل شوي الصراحة دفاعيا كنت ممتاز، عجبني أدائي قبل شوي دفاعيا، فان شاء الله هذا الجيم راح ندافع برضو فيه كويس. تمرير لي اوكي يا سلام، روح روح تيمو فيرنر معي. وش السريع ذا؟ اوهو انا غطي ذا اينشتاين ذا وصلعته يا عيال. هذا قاهرني انا من زمان بالله، خلونا نشيك عليه. هذا وش اللي راسه زي كذا ذا؟ شوفوا شعره الان كثير، هذا رقم 8. ابعد عنه شوي، اول ما تبعد يصير الشعر وشو فاضي. والله اللي فاضي لعبتكم ذا اللي ما فيها اكواد برمجه ولا فيها شيء، كلها جلتشات. تبغى تهرب انت راسك ذا يا عمري يا عمري. شو بيسوون ذولي؟ عبد الله كسرت خويك بس قمت قمت قطعتها الحمد لله. معلش كسرت خويي بالغلط. السلام يا سلام تيمو، تيمو فيرنر متسلل يا فيرنر لين يوم ال 15/7. تيمو فيرنر يا عمري القتال يا عمري فيرنر. سلامات ان شاء الله سلامات. هذا وين طلع؟ والله مباراة متعادلة، هجمة منا هجمة منا. والله العظيم لا اضربك ضرب لين ما عاد تشوف، فهمت؟ كذا تنعمي من قوة الضرب، ولا زلت انا مقفل جهتي. فيرنر فيرنر عقل عقل يا ولدي. انحشر انحشر يا الله، لو ناولت لي الله يصلحك. بس يلا ما عليه ما عليه، محاولة جميلة لك يعني. ابو ذا الباور شوت ذا اللي ما يبي يجي. يلا يلا ما عليه ما عليه ما عليه، نهاية الشوط الأول والله عندنا هجمات، حنا عارضة تسديدات، بس والله يبينا نزيد على قولتهم الشراسة الهجومية شوي. حلو كرة صار الآن دخية 2014، فهمتوا؟ هدي يا سلام يا سلام يا عيال يا عيال، تكفون جول بعد دخية ذا ايش فيه؟ يا ربي عيال باور شوت كله عارضة، أي باور شوت عارضة لي. اضغط يا سلام اوكي هدي هدي هدي. لا 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 ما يمدي ما يمدي باور شوت. الحلول أمامه في الهجوم. ما عليه ما عليه ما عليه، لا زالت لا زالت. فالفيردي لا زالت هنا هنا. شوت يا حمار، أقول لك شوت تناول. دوري الذهبي بيطير شكله يا عيال. والله يا عيال منا محظوظين في ذا الجيم الصدق. الذهبي طار ولا ما طار؟ وش ذا يا عيال، وين طلع لنا سوى بلوك؟ خلاص الدوري الذهبي طار يا عيال، والله طار يا عيال طار يا عيال. يقلع ام الحظ، 700 هجمه لنا، مانشستر يونايتد يسجل بغباء دفاعنا ذا. المصيبه ان خسرنا الصداره وخسرنا الدوري الذهبي. نعم قائم قائم تصدي كل شوي، ابلش امنا دخيه ذا بالتصديات. تفضل شف واللي يقهرك وش التغطيه وقت هدفنا. شوفوا شوف المسافات، شوفوا شوفوا شوف شوف دوري ذهبي طار بين يدين، من بين يدينا كذا انشال الدوري الذهبي. يا ساتر يا جماعه. الدور 64 وديربي ضد تشيلسي، بسم الله الراضي على الاقل جمهورنا ونفوز بالديربي على الاقل. اضغط اضغطوا
والله انا واصل يا عيال جهة الار بي بس ابي اضغط. والله دفاعنا يا عيال انعطى عين. ايش فيكم انتم؟ والله يا عيال دفاعنا يسوق ها. حلوة والله. حلوة والله لا تقتلها. يا ذا الباور شوت. حلوة. 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 يلا. هي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوتها ثاني مرة اي. حربة على اطراف تمريرة ممتازة واسطورية. طيب انا فتحت مساحتي. معليش معليش ما انتبهت. تمريرة اسطورية من فيرنر. حلو. فالفيردي. اوكي. حلوة الكورة حلوة الكورة لي ثاني مرة. لي ثاني مرة. خرب بيته. ايش ردة الفعل السريعة هذه؟ اوه جيمس تذكرها ها؟ آه. يا طف. حلوة الكورة. تناوله قدام المرمى، شكرا لك يا عزيزي. شكرا لك يا حبيبنا. يرحم امك ادخلي. الحمد لله، الحمد لله، نهاية الشوط الأول يا اخوان 1-0 لنا، يس. حركت الحارس يا عيال. شوفوا شوفوا دفاعنا ذا. دفاعنا ذا قام يسوقها. هذا اللي ما احبه، هذا اللي ما احبه انا. الاستهبال ذا اللي واجد بالدفاع. شوف الكلب اطلب. استغفر الله ما ابغى اسب انا والله معليش يا اخوان. بس والله يستفزوني. انتم شفتوا شلون يوم طلبتها منه وقف وجلس يتفرج على وجه المدافع. مركز جديد كام؟ ها؟ وشو؟ اكتشف اني هجومي افضل الظاهر. قال انقلع انقلع قدام انت. اه حلو. حلو دفاعنا حلو، انا متفرج ها؟ بس اتفرج. اشوى. بس انا كام يا عيال شلون؟ شو السالفة الحين؟ ليش صرت كام انا؟ بالله يا عيال ركزوا على دفاعنا، بالله ركزوا على اللخبطة اللي في الدفاع، ناظر 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 اللخبطة. يا الله يا ساتر يا اللخبطة. يا الله يا اللخبطة، مين معقولة اللخبطة؟ وش اللخبطة اللي في دفاعنا يا عيال اوفر؟ ليفل الغباء يرتفع مليون فوق. تلحقني بعد؟ الله العظيم. والله العظيم يا عيال هبال. والله العظيم يا عيال هبال. شوف شلون. بصفر. اه لا بتعطيهم هجمة كويس كويس كويس. بعد بعد اكثر اكثر. لاحظت اني انا اللي رجعت اغطيه ما كان في احد في المنطقة. انا رجعت من الكام عشان اغطي. الحمد لله والشكر بس. الحمد لله والشكر بس. خلاص صفر. والله يا الجيم خايس وتغيير مراكز والله العظيم. عاد نظامهم هم يصير في جولة اعادة يعني اذا تعادلوا في كاس الاتحاد الانجليزي يكون في جولة اعادة. اوكي يا اخوان يغيب فيرنر عن هذه المباراة بسبب الاصابة. طبعا هذه جولة الاعادة الان ضد تشيلسي هي على طول تتحدد بعدها باسبوع. بس هذه المرة في ارضنا يا عيال. في ارضنا. ما ابغى استهبال الحين ها؟ تمرجلوا عن الهبال عاد. وارتيتا لا تنسى تقلب التشكيلة عشان تسهل الموضوع على تشيلسي. خلاص اقرفتونا يا فيفا. انا ما قهرني الا ان ستيرنج يلعب كويس. لا تطلع. لا تطلع. لا لله. تفزك حتى في ذي. حلو ليمار تكفين اوصلي تكفين اوصلي. تكفين اوصلي. يا عيال تمركزهم في المنطقة يغث. مركز جديد كان بدا يحوس. لا حول ولا قوة، بدا يفتح الدفاع الحين لتشيلسي. اوف يا عيال التمركز يا السوء يا السوء اللي في اللعب. يا الله كمية السوء يا الله، ما يعرفون حتى يناولون. بأي طريقة بأي طريقة يبغى يخسرني والان راح يسجل تشيلسي. شوف صدق علامات استفهام يا عيال على الكارير خصوصا السنه هذه، كل شيء سيء يصير. يعني ابي افهم ليش تتلخبط التكتيكات والمراكز تتعكس والستي يصير سي بي.
نعم. هم